كوني مرتبط بالوحدات اللي مساحتها 70 متر. الطلب دائما على مساحة أكبر في الثقافة بتاعتنا. فاترفع الحد دوت إلى 115 متر. بيس. القطاع التعويني ممكن ياخد دفع. لكن الحقيقة الرؤية على المدى البعيد وهي أن الإسكان اللي تبنيه الدولة بالعناصر اللي بقولها ومشاكل بقولها دي الحقيقة في أوقات كثيرة لم يكن يصل لمستحقه. كان يصل أو يتسرب لغير مستحقه. لأن أنت عندك أنت دولة بتبني وآليات توزيع ولها فدائما هناك تسرب بيحدث. وبعدين برضو مش التسرب خلينا نقول برضو الصراحة ان النهاردة بالنسبة لمحدود الدخل وهم معزولين في هذا عندما يتملك هذه الوحدة بيجد عنده أصول لها قيمة عالية جدا عايز يعمل مشروع عايز كذا فبيحصل التداول ويعني يبيع هذه الوحدة ويأخذ هذا رأس المال. وانا شفتها الحقيقة انا عملت في كاستشاري في تطوير المناطق العشوائية وفي الاسماعيلية تلاقينا يعني زول منطقة جديدة بندرسها عشوائية فتلاقينا ان كل السكان جايين من منطقة اللي هي حي السلام اللي كانت يعني كذا نتيجة انهم باعوا هذه الاصول. فالحياة التوجه اللي بنفكر فيه حاليا بالتعاون مع وزارة التأمينات الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية ان احنا النهاردة ان الدعم عشان يصل لمستحقيه يجب ان يكون دعما للمواطن وليس للسلعة. احنا مش نبني ونوزع لا احنا ندعم المواطن نقدا يعني الدعم نقدا للمواطن نفسه مباشرة عندما يذهب لشراء وحدة جديدة او عندما يذهب لإيجار وحدة جديدة. والدعم يعني مش شرط يكون مدى الحياة يكون لفترة محددة. ومحللنا الحقيقة البيانات بتاعة الإسكان في مصر ودي من غرائب الأشياء ان يعني ان احنا بنعتبر عندنا او ان احنا عندنا ازمه اسكان ومفروض ان احنا نوفر 350 الف وحده سنويا نتيجه الطلب والاحلال والتجديد وغيره ولكن تجد يا استاذ عمرو ان انت عندك حوالي ربع الستوك ربع الرصيد الاسكاني بتاعك ما بيستخدمش. انت عندك يعني تعداد 2006 قال ان انت عندك حوالي 6.2 من 10 مليون وحده سكنيه ما بين مغلقه وشاغره. شيء غريب جدا يعني جزء ما بحسوش في الموضوع لا بحس طبعا بحس طبعا إيه؟ احنا دلوقتي بنطلع على فكره وثيقه سياسات الاسكان في مصر على اساس هي اللي تقودنا في المرحله القادمه وتبقى وثيقه حتى لو اتغير وزير او اي قياده بتبقى موجوده. فتلاقينا فعلا ان كم الوحدات المغلقه كبير جدا ما بين انها وحدات مصيفيه وده مش مشكله ده طبيعي ما بين انها وحدات بنيت ولم تستخدم. وليه بقى؟ لان الحقيقه التمليك في مصر على فكره السوق اليات السوق ما بتغلبش يعني اذا حصرتها من جهه يعني زمان في الستينات ده مش ايامك انت ايامنا في الستينات مساله تأبيد العلاقه الايجاريه والقيمه الايجاريه الثابته الى الابد تلاقي شقه في جاردن سيتي النهارده مثلا 200 متر ولا حاجه التف السوق بخلو ورجل جرم خلو ورجل التف السوق بالتمليك بحيث اصبحت النهارده ثقافه او قضيه التمليك يعني عايزوا لي النهارده اي انسان حتى عندما يفكر يقول لك انا عايز شقه انت النهارده ما حد يروح يخطب واحده هو يروح بشقه ايجار يقول له ما ينفعش يقول لازم شقه تمليك لازم. وبعدين النهارده الاب بابنه يبلغ 6 سنوات يشتري له شقه تمليك. الوحده السكنيه اصبحت استثمارا طويل الاجل مضمون لان في السوق العقاري في مصر عمر السعر ما بيهبط حتى لو دقيت في السوق الاف الوحدات يا اما يثبت يا اما يكتفي اصبحت مخزن للقيمه واستثمار امن وتسارب هذا الستوك اللي بيترك 17 عمال ما الولد يتجوز بلا صيانه وبلا استخدام لا يستفيد بها مالكها ولا استفاد بها المجتمع. ما هي اصل الملكيه مش الملكيه دي ملكيه المجتمع يعني كلنا مؤتمنين على ما نملكه. على فكره الظاهره دي في المدن الجديده فوجئت المدن الجديده كميات وحدات فاضيه بيعت في الفتره اللي كانت فيها الدوله بتدعم هذه المدن بشكل جيد وتبني كميات كبيره موجوده في احياء القاهره القديمه نسبة الربع دي تجدها في كل شيء. فعندنا ستوك يجب ان نضخه في السوق. طبعا احنا مش عايز اتكلم دلوقتي على قانون العلاقة بين المالك والمستأجر العلاقة الإيجارية لكن لا نتكلم فيه بعد الحقيقة هو ناس كتير جدا بتتكلم في هذا الموضوع طبعًا وما زالت وفي هو الحقيقة يعني استمرار القانون بهذا الشكل أدى إلى اختلالات في السوق ومنها هذه الوحدات المغلقة. فهو التصور الموضوع حاليا الحقيقة ان على مدى مراحل تدريجية يتم تحريك السعر بنسبة لا تؤثر على فئات كثيرة ولكن لمجرد التحريك لان عمرنا لكن بعد عدد معين من السنوات قد يكون 5 قد يكون 7 هيبقى العلاقة حرة هتظل حتى هذه اللحظة في نهاية الفترة فئة لا تستطيع ان تمول هي دي اللي هتستحق الدعم المباشر. ارجع تاني بقى لنتيجة التحليل ده والبيانات دوت
بنقول النهاردة ان احنا يجب كسياسات اسكان مؤقتة، لان من حق الانسان انه يؤجر ومن حقه انه يمتلك، وده حق طبيعي. لكن في هذه الفترة واحنا عندنا هذا الستوك الغير مستخدم يجب ان ننحاز شوية الى الايجار. الايجار وهناك تفكير الان النهاردة زي ما بقول حوارنا مع التأمينات ومع جهات مختلفة ان احنا نحول تدريجيا دعم ما التغاش ولا حاجة، لم يلغى على فكرة، احنا ملتزمين بالدعم، وهيوثق في قانون الاسكان الاجتماعي ان الدعم حق لكل الفئات. كان في اشاعة الغاء الدعم في صفحة الفيسبوك بتقول انتوا هتلغوا الدعم، هذه شائعة يعني عفوا غير حقيقية على الاطلاق، ليس لها اي اساس من الصح. انما احنا بنفكر للمستقبل ان احنا فعلا ان الدعم يكون للايجار. يعني النهاردة الشاب اللي جه في التحقيق وقال انا فعلا في المريوطية الشقة ب 800 جنيه. طيب النهاردة لو هو خد نص قيمة الإيجار ده دعم من الدولة، وقد يأخذ أيضا الملك دعم عشان يخش في هذه العلاقة الثلاثية ما بين المؤجر والمستأجر والدولة اللي هي دعم، ويضمن، لأن الناس بتشتكي من قانون الإيجار الجديد بتقولك بيمشينا بعد سنة ويقولك أو تدفع عدم استقرار، وإحنا متعودين على استقرار. يعني الحراك الإسكاني بتاعنا صعب شوية، ولو اننا عايزين حراك اسكاني جديد دلوقتي عشان احنا عايزين نطلع للاقاليم الجديدة وننطلق، فالحراك الاسكاني مطلوب، والانحياز ده احد اسباب الانحياز للايجار ايضا. لكن لو هو خد نصف القيمة الايجارية 400 جنيه وقعد 5 سنوات لغاية ما استقر، واستقر في عمله والاخره، ثم تنتهي هذه العلاقة ويأتي حد اخر يتمتع بهذا الدعم، هذا هو التصور الذي نفكر فيه تدريجيا. الدعم نقدا للمواطن مباشرة للايجار لمدة محددة، ونحدد مع الوزارات الاخرى ومع التامينات من هو المستحق الحقيقي. وعلى فكره احنا هنرسل ان شاء الله قائمه الاشتراطات بتاعه، لان الاسكان الاجتماعي خلاص وحدات خلصت، هنبتدي نسلم المحافظات، هي هننيب المحافظات. امتى يا فندم هنسلمه؟ امتى؟ والله في محافظات انا اعتقد انها يعني جاهزه، يعني في على الاقل الحاجات اللي في المجتمعات العمرانيه الجديده زي فين وفين جاهزه، يعني في الجيزه حاجات ممكن تتسلم. فهنرسل لمجلس الوزراء الاشتراطات اللي هي هتطبق على كل المحافظات، ولكن حرصنا الاول هنروح للتامينات الاجتماعيه ونقول لهم ادونا الفئات الاولى اللي هي هتاخد اولويه مطلقه طالما انطبقت عليها الاشتراطات، لان في اشتراطات، سن 40 سنه اقل، الدخل 1500 ما يزيدش عن 1500 فردي باي احوال، او للاسره 2500. بس قلنا بقى هنحط مثلا بعض الفئات زي المراه المعيله تبقى لها اولويه. عظيم. فحطينا الاشتراطات ديت وهنرسلها لمجلس الوزراء ان شاء الله عشان تطبق. لكن احيانا الناس تقول ان الدم بتاعها تفرغ بين القبائل، مواطن يلزم عشان يدخل ميه او كهرباء يلاقي نفسه في متاهه بين بقى الحي والمحافظه وزاره الكهرباء ومرفق مياه الشرب اللي اصبح النهارده بيتبع وزاره المرافق طبعا مستقله والمحلات، وبرضه المواطن يشعر ان هو دواخين يعلمونا. ليه ما يكونش في تعاون ما بين الوزارات ومع الجهات لفك التداخل لتسيير الامور عن المواطن المصري؟ هو طبعا اذا كنا يعني بنتجه منذ سنوات طويله الى اللامركزيه، وان كان يعني ما يتحقق فيها اقل كثيرا مما نبغي، فالمحليات هي الاساس في هذه يعني المحليات هي الاساس. يعني على فكره في بعض الناس بتفتكر ان مديريات الاسكان في المحافظات او في المختلفه تابعه للوزاره، لا، مديريات الاسكان تابعه تماما للمحليات، ولكن نحن نشرف عليها بشكل محدود من الناحيه التنظيميه والقانونيه. انا يمكن حضرتك بتشير بشكل غير مباشر لموضوع توصيل المرافق للمباني المخالفه. بالظبط. طبعا احنا الحقيقه اللجنه الوزاريه اللي خصصت خصيصا يعني او يعني شكلت خصيصا لموضوع توصيل المرافق مناطق المخالفه، انعقدت الاسبوع اللي فات وخدنا فيها قرار مهم جدا، لان كان صدر قرار عده قرارات في 2006 و2010 بان يسمح بتوصيل المرافق للمباني يعني المخالفه بعدادات ملهاش اسم، بعدادات كوديه، وعلى اساس ان المايه بتصرخ طب ما ناخد حق الدوله لكن الحقيقه احنا يعني راينا ان دي مرحله، وان احنا النهارده اذا كنا بنواجه كم مخالفات رهيب يقدر بتلت مليون يعني وحده او شيء من هذا القبيل، فاحنا قلنا لا، احنا النهارده لابد ان نقف وقفه. وقرارنا الاخير اللي مرفوع لمجلس الوزراء في اجتماعه القادم ان احنا طبقا للقانون 119 اللي بيقول لا يجب ان نوصل المرافق لكذا، فاحنا قلنا لا، في المرحله القادمه لن نوصل المرافق ميه وكهرباء للمباني المخالفه، لان احنا بعضها يعني لازم جايز يكون هناك في حلول اكثر مرونه في المستقبلا، ولكن لا، نحن نعلم ايه هي واللي امن ومش امن، واحنا شايفين ظاهره انهيار العمارات. وعلى فكره احنا يعني في مواجهه الحاليه دلوقتي شامله لموضوع المخالفات، وخاصه فيما يتعلق بالمباني الغير الامنه في محافظات كثيره، وجهاز التفتيش على اعمال البناء
اللي هو تابع لوزاره الاسكان واللي بنسعى حاليا يكون جهاز مستقل وليه موازنته وليه الستاف بتاعه، يعني بالتنسيق مع الداخليه والعدل بيحاول سد كل الثغرات الخاصه برصد المخالفات والابلاغ عنها وابلاغ الشرطه بيها. يعني بنحاول نقفل هذه الدوائر. امتد ذلك ايضا الى تعديلات اللائحه التنفيذيه للقانون 119 اللي اصدرناها من حوالي شهر، وسيمتد ايضا للقانون نفسه اللي جاري تعديله من خلال لجنه. عفوا يا فندم معلش، بس